افريقي يعني خلال الفتره الاخيره او خلال الاسبوع الماضي نادي الترجي تعاقد مع 3 لاعبين جزائريين. كل هؤلاء اللاعبين بالاضافه للاعب ليبي بالاضافه الى لاعب جزائري يوسف البليلي، كل هذه اللاعبين بالتاكيد بتكون اضافه للانديه التونسيه في البطوله الافريقيه. فبالتالي هذه الفكره بتسمح ان النادي الاهلي خلال الفتره القادمه او الانديه المصريه اللي بتلعب في البطولات الافريقيه تستفيد من هذه الافكار ومن هذه الحلول اللي بتتم من خلالها تطبيق لائحه شؤون اللاعبين للعام القادم في الدوري المصري. خبر اخر وهو متعلق بنجمنا رمضان صبحي. رمضان صبحي مستمر معنا حتى الموسم القادم. اعلنت اداره النادي الاهلي النهارده رسميا عن تجديد استعاره رمضان صبحي لاعب هدرسفيلد الانجليزي لمده موسم جديد. جاء ذلك بعدما كلف الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي والمكلف بقطاع كره القدم المهندس خالد دامرتجي عضو المجلس بالسفر الى لندن لاتمام اجراءات التعاقد، خاصه بعدما طالت فترة التفاوض بين الطرفين خلال الأيام الأخيرة نظرا لرغبة النادي الإنجليزي في استعادة لاعبه رمضان صبحي إلى صفوفه. بالفعل غادر المهندس خالد مرتجي وبصحبته نادر شوقي وكيل أعمال اللاعب إلى لندن قبل 48 ساعة لاستكمال المفاوضات والاتفاق على كافة شروط التعاقد بالتنسيق مع الكابتن محمود الخطيب الذي كان على تواصل دائم معه. عقد المهندس خالد مرتجي عدة جلسات مع مسؤولي هدرسفيلد ونجح في الاتفاق على كافة الشروط المالية وغيرها حتى تم توقيع العقود رسميا قبل قليل. وأصبح رمضان صبحي أحد لاعبي النادي الأهلي في الموسم الجديد، وهيكون بإذن الله متواجد في معسكر فريق النادي الأهلي اللي هينطلق غدا بإذن الله في أسبانيا في مدينة أليكانتي استعدادا للموسم الجديد. إذن التجهيز للموسم القادم بيسير على قدم وساق خلال الفترة الحالية، في اجتماعات لجنة التخطيط، في اجتماعات مع أجهزة قطاع الناشئين، في اجتماعات مع مارتن لاسارتي وقطاع كرة القدم والجهاز الفني للفريق الأول. كل هذه الاجتماعات بتصب في النهاية إلى ما هو قادم بالنسبة للفريق الأول، عدد اللاعبين من قطاع الناشئين اللي هيقيدوا في الفريق الأول، عدد اللاعبين اللي ممكن يكونوا متأيزين تحت السن في الفريق الأول، اللاعبين الأجانب إذا كان هناك عروض أخرى ليهم في الفترة القادمة، مدى استفادة الجهاز الفني بيهم خلال الفترة القادمة، وأي منهم ممكن الجهاز الفني يوافق على إعارتهم أو بيعهم. كل هذه الاجتماعات بتناقش كل هذه الأمور، وبالتالي الاجتماعات بتسير بشكل جيد. التنسيق والتعاقدات بدأت بشكل رسمي ولن تنتهي إلا عندما يعلن الجهاز الفني كافة احتياجاته ومتطلباته بالنسبة للموسم القادم من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال الفترة القادمة. لكن في وسط هذا التدعيم وفي وسط هذا العمل الجاد داخل النادي الأهلي رسالة لاتحاد كرة القدم، أرجوكم خلال الساعات القادمة إعلان شكل الرسمي للائحة شؤون اللاعبين القائمة الموسم القادم 25 ولا 30 لاعب، الفترة القادمة عدد المعارين قد إيه، مسابقة مواليد 97 مستمرة ولا مش مستمرة، اللاعب المقيدة تحت السن الخمسة لاعبين في الصفوف الفريق الأول هل موجودة ولا مش موجودة. ده مهم جدا عشان كل فرقة وهي بتشتغل للموسم القادم تقدر تحضر بشكل كويس ويكون عندها خطة تقدر تشتغل عليها. ان الايام بتجري والبطوله الافريقيه للانديه او المسابقات الافريقيه مش هتروح بعيد، خلاص هتتكلم في اقل من حوالي 3 أسابيع او شهر ويبدا الدور التمهيدي للبطوله الافريقيه. عموما الاهلي باذن الله هيغادر غدا صباحا الى اسبانيا ببعثه